أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دعوة الجمعية العامة للإنعقاد يوم الأربعاء القادم بناء على صدور القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف، ويشمل أعضاء الجمعية العامة للتحالف الوطني 36 كيانا ومؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة. وكان التحالف صدر بشأنه القانون رقم 171 لسنة 2023 لتنظيم أعماله باعتباره تحالفا غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد أصدر القرار الجمهوري رقم 76 لعام 2024 بإنشاء لجنة مؤقتة تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس التحالف، والتي قامت بدعوة المؤسسات المعنية للانضمام له، وقامت أيضا بإعداد مشروع لائحة النظام الأساسي ومشاريع اللوائح الداخلية المنظمة لعمله بالشكل الذي ينظمه القانون، كما قامت بإعداد مقترح استراتيجية عمل التحالف 2024-2030 لتكون مخرجات عمل اللجنة تحت بصر الجمعية العامة ومجلس الأمناء فور انعقادهما.